الحرب على قطاع غزة في 2014 طلعنا على معسكر جبالي على مدارس معسكر جبالي، رجعنا لقينا الدار منطقة البورة كلها مدمرة. جينا على المدارس بيت حنون لما عملوا لنا هذول الكرفانات، عملوا الكرفانات لمدة شهرين ثلاثة. ما جينا قعدنا الحين صرنا لنا سنتين ونص من 2014 ل 2016 في هي الحين دخلنا في شهر 8 2016 لحتى الان فيش لنا اعمار. وانا هنا ساكن في كرفانه وكرفانتي هي هافتت كلها هيتها وحشرات اكلتنا والشمس اكلتنا وما حدش بيطلع علينا. بنعاني من مشكلة هذا الحصار من 2007 وإحنا المزارعين بنعاني معاناة قاسية. إحنا يعني مزارع إيه ذنبه لما نكون هيك أرضه كلها خضار؟ هذه المنطقة كانت كلها منطقة زراعية، حوالي 18,000 درهم عندك كلها هذه منطقة زراعية. بسبب الحصار شوف معظم الأراضي غير مزروعة، عندك البذور ما فيش بذور تدخل من المعابر، هذا كله هي عندنا بسبب الحصار. عندك حمامات دفايات الزراعية كل هذا الآن كلها منضربة، لا في خشب لا في بلاستيك لا في نايلون. المزارع ما معه إنه يجي يعمل يعني يبني دفايات بسبب الحصار. كان تشتري قبل هيك ب 300 شيكل عربية الزبرة الله يعزكم تبع المخلفات الأبقار والأغنام، الآن ب 1600 شيكل. طب ما معي 1600 شيكل إني أشتري. المزارع مخنوق، المزارع منكوب. قبل 2000 قبل الحصار كانت هذه المنطقة كلها هي منطقة خضراء، كانت السلة الغذائية لقطاع غزة، كانت تطلع برا على الضفة وتطلع على مصر وتروح وتيجي خضرة تصل السعودية، البندورة عنا والخيار والكوسيا الآن ما في. المنطقة العازلة أفقدت كثير من المزارعين من مصادر دخلهم. بشكل عام المزارعين في المنطقة وحالهم زي حال المزارعين في كل مناطق قطاع غزة، وضعهم كثير بائس. يمكن ما عادش اليوم المزارع بينظر للأرض زي ما كان ينظر لها قبل الحصار. وزي ما حكيت في البداية أنه قبل الحصار كان في متناول المزارع أنه يعمل كل شيء في الأرض، وكان حر ويزرع وين ما بده ويعمل اللي بده إياه ويزرع الأشجار اللي بده إياها والأغراس اللي بده إياها والأدوية اللي بده إياها يجيبها والأسمنة اللي بده إياها يجيبها. إلا أنه اليوم بعد الحصار اليوم صار الحصول على كل شيء في البلد هذه صار بصعوبة، وهذا نتيجة تشديد اللي هو سلطات الاحتلال لدخول المواد المستخدمة في عملية الزراعة. ابن الشهيدة زان عطية محمد العمور الله يرحمه استشهدت هان على المطرح، كان عمرها 60 سنة تقريبا 60 سنة. استشهدت في أرضها هذا تبعد عن الحدود 300 متر. كان في كوم قشة كانت بتلم فيه وكانت هان مطرح التوت هذا بالضبط الله يرحمه. لمينا القش اللي بتلف القش فجأة أجت القذيفة من شقة اليهود استشهدت على المطرح الله يرحمه. تاريخ 5/2016 بدوا في 300 و600 كان أول يعني نسرح في أيام اليهود في الأول نوصل لعشرين ميل. إلا عنده 6-7 أولاد عنده 5 ملوان بده يطلع ميهم.
بخليك هاي توصل أكثر من 600. هذه أول واحدة. ثاني واحدة الطخ اللي عليك بتروح لغربة، والمي العادمة المي اللي بحطها عليك مي وسخة. وهم بيعرفوا الصيادين أفقر شهريحة الصيادين. الحصار صرنا بدل ما نحصل بنك من عمره ونصلحه نحكه بالبحر ونبشر بالبحر عشان ما نخسرش. بنخسر 6-7 مليون لما بنحصه بالعود ننزله. لكن في لنش هاي لنشات عدد هاي معدومين غاب مش قادر صاحبهم عمرهم. حتى لنشاتنا هدول لما بنحصلنا بدهم 100 مليون من وين يجيب؟ المؤسسات الإعلامية والناشد الحكومة الإسرائيلية إنه تدخلنا معدات الصيادين هو الفيبر كلاس. الفيبر كلاس هو اللي عندهم وإحنا ما عندنا. يعني هو روحنا إحنا بإيدهم. مش مهم إطلاق النار بتقتلنا، هم بتقتلني بتريحني. بس أنا مش قادر ألاقي خير، مش قادر أعمره، مش قادر أجيب له فيبر كلاس. هلا قلت لك 20 مليون بقت ب 2 مليون بيعنا التاجر ب 2 مليون مش قادرين نجيب يا جماعه. في 2014 وصلتني الموافقة لدراسة الماجستير في تركيا، ولكن للأسف لم أنل ولا فرصة واحدة للخروج من قطاع غزة عبر مصر أو إسرائيل. لو أنا أنهيت يعني لو أنا خرجت منذ عام 2014 للدراسة في تركيا كان إحنا اليوم في 2016 كان أنهيت دراستي وكان بديت يعني أحضر للدكتوراه ما بعد الماجستير. أنا اليوم في سنتين من حياتي راح هباء. للأسف من الواقع المرير اللي بنعيشه في قطاع غزة من جراء وجود الحصار الخانق على قطاع غزة، نحن نعيش في سجن كبير. لم يعني نسبة كبيرة من خريجين الجامعات تقدر 90% من الخريجين كل عام لا تقدر أن تستطيع توفير وظيفة محترمة تليق بهم. اليوم بتلاقي الدكتور بيشتغل طبرجي، المهندس بيشتغل سواق، أنا خريج جامعة بشتغل سواق. للأسف لم أنال فرصة واحدة. سنة 2010 أنا اكتشفت أنه أنا مريضة بمرض السرطان، وكان تقدير الدكاترة أنه مش معروف حدوده، فكان لازم يتم تحويلها سريعة على المستشفيات في داخل إسرائيل. تقدمت عبر الشؤون المدنية لعمل تصريح، كان في رفض. اضطررت أطلع عبر معبر رفح، كان في شحينها عدم ممانعة، لا كانت الحالة مستعجلة. وأخذت علاج على حساب الخاص، عملت العملية على حساب الخاص بالأردن، وكان لازم يكون في متابعة دورية كل 3 شهور، وهذا كانت القضية شبه مستحيلة لأنه في صعب عبر معبر رفح أنه أراجع في دكتوري في الأردن كل 3 شهور. أنا صار لي سنتين مش قادرة أطلع عبر معبر رفح لأشوف دكتوري في الأردن، وأنا الآن موجودة في غزة وزي آلاف من المرضى اللي يعني بالحقيقة إنه بطلت الشغل المرض جسمي، يعني صار أكتر. موافقة من الجانب الإسرائيلي، استلمت التصريح وتوجهت للمعبر. قعد يمكن ساعة، قعدنا جلسنا ساعة تقريبا وزيادة.
زعق الاسم أثناء عبور أول بوابة. في البوابة الأخيرة صدع ضابط مخابرات إسرائيل لابس طاقية حمراء. قال لي أنا ضابط مخابرات إسرائيلي. قال لي وين راح؟ قلت له راح على المشفى بدي أتعالج في وفد ألماني في القدس. لو بقول لي أنت لا قرايبك حماس خلي يرجع، أخذ التصريح من إيده وقال لي يرجع خلي حماس يتعالج. مريضة يا حج، أنت مريضة إيش؟ مريضة قرر في عندي حاجة في بعدين أجتني خالب تمسكني هذه تبعت تعقد فمه كل يوم من شهر أربعة يا بني والله. من شهر أربعة وأنت بتحاولي تطلع تتعالجي في الضفة؟ بحاول أن أتعالج في الضفة. تحاولي تتعالجي في الضفة عشان إشي بيمسكني بعقد تمي خالب. سلامتك يا أمه سلامتك. طيب يا حج، أنت الإسرائيليين رفضوك رفض أمني، ليش باعتقادك؟ يعني انت ممكن تشكل خطر على دولة اسرائيل؟ والله عمري ما شكلت الخطر يا ابني. عمرك ما شكلت خطر. بس ايش الخطر اللي انا شكلته؟ بس انا ايش عملت فيهم؟ انا ايش سويت؟